اكتشفناه عم ناول ممثل في الفوندو سناي أكد النجاح متاعه، مزيكته قاعدة وتمشي بشكل كبير برشا، عربوش رقم واحد، أكثر غناية سولو قاعدة تتشاف على اليوتيوب، يا دنيا نفس النجاح كيف كيف، يجي بحدنا نوردو. مرحبا. عيدك مبروك. صافا؟ فرحان عامل جو؟ فرحان. مرة أخرى نقول لك المسلسل ديما يعطيك دزة، بعد ما يوفى المسلسل يعطيك دزة متاع إحساس بنجاح. فمبروك اليوم محبة الناس ظاهرة. بتبيع محبة الناس ما تتشريش بالفلوس، هذه إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. فرحان برشا اللي أنا بحذاكم. الحمد لله الحمد لله. عمنا ولا قلت في المقدمة اكتشفناك كممثل، سنة النجاح قاعد يتأكد. وين شخت أكثر بصراحة؟ في الموسم الأول ولا في الموسم الثاني بتاع فوندو؟ شخت أكثر في الموسم الثاني، بحكم الموسم الأول كنت ما نعرفش هادي معناها برشا حاجات، فهمت معناها يمدوا لك سيناريو يقولوا لك لازمك تحفظه ولازمك ولازمك تأدي جو ولازمك. اي ما الموسم الاول كنت فيه برشا عفويه تكتشف. السنه شخت اكثر بحكم السنه الدور كبر على عم ناول. ميرسي بوكو ساسون الجمله وان شاء الله عيدك مبروك، معناها الدور كبر و ايفيكتيفمون هذاك اللي صار معناها كيكبر الدور باش توري برشا حاجات كانوا متخبيين. جوزيف حبيته في الموسم الاول ولا في الموسم الثاني اكثر؟ الحقيقه جوزيف في الموسم الاول والثاني الحقيقه معناها اكثر. والله الحقيقة هادي ما نجمش نقول لك. أنا حبيته في الموسم العباد هي اللي أنا حبيته في الموسم الأول. خاطر نضحك ديما نضحك. تضحك ضامر شيخ. أما زاد ديما تضحك زاد أثرت مو لازمك تراجع روحك ولازمك تخمم في حاجات ولازمك ترزان شوية حتى مع الإنسان اللي تحبه مع أصحابك مع فهمت. وجوزيف راهو في الجزء الثاني راهو هز حمل الدنيا معناها فهمت، تسمع كل شيء ويعرف كل شيء ومن با يحكي فهمت. كان قرار المخرجة؟ وي. يلزمنا نبدلوا في الجو العام نتاع جوزيف. هذا كان قرار المخرجة اللي بحكم العباد الكل قالوا هذيك معناها مش العباد الكل شوية من العباد قالوا هذيك طبيعته يتصرف هكاك في الدنيا على خاطر قابلني مرة ولا مرتين فهمت في باله هكاك نتصرف في الدنيا. حبينا نوريه للعباد اللي راهو ماهيش طبيعته هذيك معناها راهو فما برشا طبيعة عند جوزيف فهمت. كان عندك تحدي نثبت للناس اللي أنا راني ممثل؟ بتبيع هذي التحدي قالت لي علي سوسن قبل ما نبداو قالت لي مروان هذا راهو تحدي لي انا وتحدي لك انت فهمت نوريو للعباد اللي راهو مش بالزهر هذاك راهو لو اليوم باش تكتب السيره نتاعك مروان نوردو هو مغني يمثل والا مغني وممثل تونسي مغني ويمثل ماهوش ممثل لا لا مغني ويمثل مازال بكر على كلمه ممثل هذي زي البكري ومازلنا صغار وطنجي وبحذاك نهار اخر شنو يلزم يصير؟ اسمعني هدي سامحني راهو فما ممثلين كبار قاعدين يجيو بحذاك وقاعد نشوف فيهم ونعرفهم انا ما با يقولوا انا راني ممثل فهمت؟ ديما مازلت نتعلم ديما مازال ما فما شيء هذايا الجزء الثاني اللي هي الخطوه الثانيه ان شاء الله الثنيه مازلت قدامنا وان شاء الله نوريو حاجات اخرين. برشا ناس استضفتهم على الكرسي هذا قالوا فيك برشا كلام باهي ولا حتى في موزايك في الاذاعه قالوا عليك برشا كلام باهي، شكون اكثر واحد مسك كلامه وهو يحكي عليك؟ هما الكل معناها اما يرحم والديهم الناس الكل اما وكلامهم الكل مسني اما مدام سوسن هي اللي معناها حسيت روحي اللي عملته هذي هذاك الكل والتعب اللي تعبته هذاك الكل ما مشاش حرام كنت منضبط انت؟
باش نحكي على روحي يعني. ليه كنت منضبط الحمد لله كنت على خاطر تعرف انه عشت الفنان وعشت الممثل ماهوش كيف كيف الحمد لله هدي انا كنت منضبط وهما زاد كانوا متفاهمين برشا برشا خاطر يعرفوا زاد الارتيست يعيش بالليل يعرفوا اللي نرقدوا نحن بريسك في الصباح هذه فهمت ما نقعدوش في الدار وندوروا حتى نسبيريو من الشارع في الليل فهمت كيفاش معناها كانوا متفاهمين ميرسي بوكو الناس الكل مروه زنيدي مروه الناس الكل معناها الناس الكل ميرسي بوكو ويعطيهم الصحة زاد هما. نشوفوا سوسن الجمني حكيت على نوردو وخلي نرجع نحكيو على شخصية جوزيف في المسلسل مسلسل فوندو. أكثر ممثل تطور فرحانة به تقول أنا فخورة إنه الممثل هذا تطور. الأكثر واحد سيتي أن ديفي وبور موا فرحانة به زاد اللي تطور هو نوردو. مروان نوردو عاملين برشا حكي وقال لك معناتها كوم سي باغ هازار هكاك مثل وكوم سي إلي كوم سا معناتها جوست معناتها سي إلا غامني سون ناتوريل وكا هاو سي فري كيلكو باغ مي زيد أوسي أنا ملي بديت نكتب السنة معناتها أول ديك بديت نكتب عندي الحكاية في مش نهز وكهزيت التليفون وكلمته قلت له إجا نقول لك نوردو قلت له أحنا سنة قلت له أنا كتبت لك معناتها لاكس نتاعك مليان برشا في برشا أحداث وفي برشا دراما و اون فا بروفي معناتها لرواحنا قبل العبيد فهمت لرواحنا انت روحك وانا زاد روحي اللي انت ممثل وباش تكون ممثل كبير واللي انت راك باش تخرج ماك المارج نتاع الناتوريل باش نخدموا بالحق معناتها سور اون باز نتاع اكتور فهمت اسكو جادور اون لوي هو نوردو بالحق يغطس معناتها بالحق بقلبه رب يبدا يخدم معناها فهمت وحط في قلبه بالكدا باش يطور روحه وخدمنا مع بعضنا بالكدا خدمه كبيره وفرحانه به برشا والى اكسيلي بوما تعطيه شهاده ممثل ولا لا؟ بيان سور اكثر من هكا سي كونسيتو بكاو العباد سي كونسيتو معناتها عملناو ضحك العباد من القلب وفرحهم من القلب والسنه زاد كيف كيف بكى العباد من القلب معناها سمعتها مليحه ممثل يغني ولا مغني وممثل؟ نعاود نرجع لكلام الساعه ميرسي بوكو ساوسن وهذه شهاده نعتز بها بالحق هذه واني قلت لك قالت لك تسمع مساج هكاك تعرف اللي انت معناها ما عملتش هكاك ما مشاش معناها حرام معناها قالت لك سي عطيتك سي صفه الممثل عطاتك شهاده انا قلت لك شهاده نعتز بها على الاخر ما راني هذاك رايي فهمت هذه ان شاء الله نهار اخر ما نعرفش سنين اخرين يجي ونقول لك راني ان شاء الله تو نولي ممثل شو اصعب مشهد صورته؟ اصعب مشهد اللي انا وياسين بن قمره وقت اللي سمعته يحكي مع العساس وقت اللي سمعته يحكي مع العساس قال علاش قلت ودخلت له وقت للبيت نتاعو وشديته وقتها بالكف صباحني صاحب الغول فهمت كيفاش هذاك اصعب مشهد فهمت خاطر في حرقه كيفاش معناها انا ما كنتش في بالي بالموضوع كيفاش صاحبي 20 سنه معناها معدي حبس ظلم ونحن كل نعرفوا ظلم 20 سنه وهو صاحبنا اللي معناه مورته في ال 20 سنه وكيفاش يضحك ويفدلك معانا ومعناها هذه تتفرج في فوند واحد كيفاش ماكل يوم وملح وكيفاش نضحك وكيفاش نفدلك مش هو اللي قتل الضرب كيفاش كان في السيكوس الضرب الحقيقه كان حقيقه اي كان حقيقه لين يدي نملت معناها فهمت وانت تضرب في ياسين بن قمره اي وانا نضرب في ياسين كانت حقيقه وحتى ياسين وقت اللي بديت نضرب فيه من الاول انا خويا هو معناه اما اكل اللي حشبت منه شويه فهمت يا اخي قال لي مروان خذ راحتك فهمت معناه قال لي خذ راحتك واضرب اضرب اضرب فهمت اخر كف اعطيته لياسين خفت لا ينساش باش يقول اقسم بالله اخر كف اعطيته لياسين وقف هكا شويه وفهمت وديجا كي جاي صور هو غدوة أزرق فهمت ياسين معناه وجهه كله أزرق وبدنه كله من هنا أزرق حتى كي شديته وكايا وكل شيء حقيقة ريت هذاك الكل حقيقة فهمت هذي ما تغشش عليك ياسين لا لا ياسين إنسان بروفيسيونيل ما عندوش علاش باش يتغش فهمت فما مشهد آخر معناه تفرج حتى سامحني يغزر حتى الكشاكش هذي فهمت كل شيء العروق العرق كل شيء فهمت هي عروقك بالحق كل شيء كل شيء كل شيء فهمت انت بالحق كي تتغشش هكا يطلعوا لك عروقك بالحق
أنا قلت لك وذا اللي قرس سوسة نجمني بالحق ذا اللي كيفاش تعمل باش توصل للحالة هذه؟ أكثر حاجة لازمك تتذكر الحاجات الخايبة، معناها حتى في الفرحة تتذكر الحاجات الباهية. بدي تضرب في واحد فاش تتذكر؟ أنا نتذكر في صاحبي تحفة وينه؟ إن شاء الله هذيك مبروك نحبوا برشا صاحبي. فما مشهد باش نشوفوه، مشهد الإصلاحية جات عليه برشا ردود فعل، خلينا نشوفه ونعاودوا نتذكروا الجزء الثاني من فندو. سلام ولدي لهنا ونحب الراحة. لو جايبينه لهنا كنت باش تراه وقت اللي يظهر لك. قلت لك ولدي لهنا يا اخي، ما تحسش ما عندكش صغار؟ ايش بيك تعلي في صوتك باش تعلمني خدمتي؟ انت ليه ما يقصدش بربي اللي تاخذ عليه؟ هاك تراه محروق على ولده. القانون فوق الناس الكل. هاي برا مشيو من هنا لا تراسيكم في بوشوشة. هاني شو زي فيك فيك؟ راس امك عايش خويا، خلي خويا حتى كشكرول، نسمع على ريقه ما كلاش. ولدك كيفه وكيف غيره؟ خليه يتربى. هاي نمشيو باش تزيد ضر. مامو! مامو انت اسمع خويا! مامو انت اسمع خويا! بابا انا هنا يا بابا، نسمع فيك بابا. سامحني عايش ولدي، ماكش وحدك ماكش وحدك. اسمع فيك يا بابا، خرجني من هنا نلعب نروح. بابا راني مسامحك، والله مسامحك، سامحني انت يا بابا. يا بابا أنا مش شرخة تحت الحيط حتى نتراوى. يا مامو سامحني يا ولدي، سامحني يا بابا. يعيشك يا بابا، خرجني ماني ولدك يا بابا. يا ربي هنهني في يدي زيتون الفرق. يا ربي هنهني دابت، يا ربي هنهني دابت، يا ربي يا ربي سامحني يا بابا. يا بابا سيب 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 بابا بابا. لطف عليكم الناس الكل، لطف عليكم ولطف على أي أم ولطف على اللي يجرب حتى حد ولا اللي يجعل حتى إنسان الحكاية ذي. مرسي سوسن ونسيم يعطيه الصحة زادة، فهمته؟ اي وكاو فهمت هذي. يعني قلت لك كل شيء من القلب، ديجا ريت العياطة ذي والبكاية وقتها. سوسن جاتني قالت لي مروان ما لازمكش تكون تعيط وتبكي بإنرجي، معناه ما لازمش صوتك يكون فايق، لازمك تكون مهدود، عبارة صوت خارج من هنا، فهمت هذي؟ معناه ريت ديجا تسمع كي نبكي ولا كي نعيط، عبارة ما عندي السوفل ولا كيفاش. السيكونس هذي راي معناه نتصور أنا ستوريات اللي جاوني من عند العباد، وبرشا ستوريات برشا عباد بكيت بالحق بصدق، معناه اللي نسخفوني، فهمت؟ واني قلت لك إن شاء الله لطف على الناس كله، إن شاء الله ربي يخلص وحل الناس كله كهوة. لهنا شوف الناس تفاعلوا يا أخي. أنت بكيت ولا ما بكيتش وأنت تتفرج في روحك؟ بكينا وقتها هادي، معناها مش لازم نبكيهم بعد. مروان فما مشهد نتاع اللي تضرب في ولدك تضرب في مومو بعد ما اكتشفت انه عامل البراكاج وكل شيء، المشهد هذاك كان فيه صدق كبير برشا، حسيتك الطفل تضرب فيه بالحق معناتها. اي باركونتر الكفوف هذوك ماهمش بالحق، معناها الكفوف هذوك ماهمش بالحق،
وفرحت على الاخر برجولي كي طلعوا ماهوش بالحق معناها كي سوسن قالت لي راه ماكش باش تضربوا بالحق فرحت على الاخر فهمت وزاد اعطاني نسيم في الجو فهمت هادي معناها نسيم حتى كي وقت اللي انا نضرب فيه اعطاني في الجو انا ما لازمنيش نظهر معناها مش لازم نقول لك فاش نعمل وقتها فهمت اما زاد شافوا العباد عباره نضرب فيه بالحق وبعد وليت تضرب في روحك شفت حتى لهنا وليت عندك رقايه حتى لهنا حتى وجهي فهمت ها مازالوا مازالوا شويه ميرسي بوكو ميرسي بوكو مريم ماكياج ميرسي بوكو اليكس كوكب ديما يجيوني بالوقت في كل شلابق يجيوني بالوقت لهنا هاك عندك سيكاتريس هنا عندك سيكاتريس غادي تنحاو الكل بالمسلسل هذاك تنحاو هذيك هي فهمت باش العباد تصدقك لازمك تكون صادق فهمت تضرب حتى في روحك اي نضرب روحي وهذيك هي يعني قلت لك هذه من عملية واللي كان عطاوني باش نكسر حيط وقتها وما صرني مشيت فيه فهمت خدمت برشا مع معز القديري الحقيقه ما خدمتش برشا مع معز القديري اما حكينا برشا انا ومعز القديري وعلاش ما خدمتوش وقت اللي معز يكون في الممثلين علاش ما خدمناش ساعه نحب نوجه له تحيه كبيره برشا خويا معز خويا الكبير بالحق هذه وان شاء الله عيدك مبروك خويا معز انسان باهي برشا وعلاش ما خدمناش على خاطر معز وقت اللي بدينا معناها في الحفاظه ثلاثة ايام الاولانيين ما نعرفش ما نجم نقول لك ريتها كيفاش امن بيا معناها وقال لسوسن قال مروان ما شاء الله عليه وراو بالنسبه لي انا راو كونفيرمي فهمت انت شوف خدمتك تو سوسن فهمت انا وقتها تفجعت فهمت هذه الحقيقه معناها تفجعت قلت معناها كيفاش في سعفيس عم با حتى نتكلم وقت عملت السيكونس اللي وقتها انا شهر رمضان وفاء فهمت ما شرب مزيت في كروشنا حسيت الوقت اللي انا سمعت بدره باش تعرس وفي الدار وقتها انا حزين وقت عملت السيكونس هذيك كي عملتها قدامه السيكونس هذيك وقتها وبديت نبكي هكا وقعد كل شيء قال لي سي بون مروان ومن بعد تقابلت انا ومعز وقعد يحكي لي على الصناعه كيفاش لازمها تكون على الجو كيفاش لازمها تكون كيفاش لازمك تكون صادق قدام الكاميرا كيفاش لازمك ما ترى حتى حد ورا الكاميرا حتى يتعداو برشا بحدك لازمك ما تراهمش ميرسي بوكو معز وقدرك عالي خويا باش نوريك فيديو لمهذا برميلي هذا برميلي خويا ان شاء الله عيدك مبروك ساعه تعرفوا انت مهذا بالطبيعه نعرفوا مهذا برميلي تعرفوا بالكدا تعرفوا بالكدا ما هو مهذا برميلي ممثل اي الممثل مثل في نجوم الليل مثل في نجوم الليل مثل في الحرقه ومثل في نجوم الليل وفي الحرقه وأدى الدور بالكدا وفي نجوم الليل معناها يتصرف على طبيعته حسيته كما قالوا لي اللي أنا فرش الصورة الأولى هاك عربوش تعرفوا شكون ساعة ولا فندو نوردو صباح ستما اسمعني تعرفوا شكون ولا لا هذا زميلك خويا مزوز ادوار عنده سنة اي وعنده دور في اكثر عمل مشاهده دراما وعنده دور في اكثر عمل مشاهده كوميديا سنة يعني مزوز ادوار بطوله اي النجم كان صفق له وشجعه اما انا ما زلت ما شفتش غنيته عربوش سمعت عربوش ولا شكون عربوش باه دونك نتعطيه حتى ورقه فيكم ما تعرفوش بس ما نعرفوش ان شاء الله باش نتفرج فيه الحقيقه معناها هو انسان مثقف معناها مثقف وقاري مسرح وممثل ممتاز ان شاء الله ربي يوفقه ممكن انا وعبد الحميد سوسن انت يا كيف فما يفهموها هو ممكن يفهمها زاده استفزازي جونتيمون فهمت كيفاش اكل يستفزك اما بتربيه فهمت تو مثلا يقول يبت على روحه اللي هي نورمالمون ما تتقالش فهمت معناها كقدر معناها وك فهمت مش موضوعنا يقول ما يعنينيش يتنرفز اللي انا والله العظيم لا تنرفزت هذه صحيح قال العباد صدموا انا تصدمت كما العباد فهمت خاطر تونس فيها 11 مليون فهمت اختاني من عربوش يا دنيا بها قريب 100 مليون بها مش موضوعنا قال انا ما يعنينيش معناها حتى كان يتنرفز فهمت يا خويا مهذب راهو كان جاي ما يعنيكش ما تبداش تحكي وانت مكشكش هكا يا خويا فهمت معناها كان جاي ما يعنيهوش الموضوع ما با تحكيو عليه ولا ما با يحكي عليه ولا نقول لك نتجاوزوه هذه قداش من الموضوع تحكيو لي نقول لك كمان نتجاوزوه الموضوع نحكيو حكايه اخرى فهمت كيفاش
سينو اخويا انا قلت لك موضوعي اللي قلته انا راني مانيش باش نترجع فيه هو ممثل كبير والعباد تحبه نقدر لي فان نتاعو ونقدر العباد اللي تحبه ان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى انت وصغيراتك وان شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك خويا اللي تعمل فيها قدر في اللي فان نتاعك قبل ما يكون قدر فيك انت فهمت عربوش عربوش يلا حاضرين ولا لا جيري عربوش عربوش وبرشا غنيات اخرين باش يكونوا موجودين في التور اللي باش تكون حاضره في الاشهر القليله القادمه وبالنسبه للصيف عندك دو سبيكتاكل كبار سبيكتاكل باش يكون مع لايف باند فيه ضوء فيه دي دانسور فيه دي زيكرون كبار وعروض اصغر شويه بالنسبه لل معناتها للبعض البلايص اللي ما يحبوش على العروض الكبرى ولا ما عندهمش الامكانيات باش يعملوا السين الكبيره جاهز معناتها انت للصيف بالطبيعة جاهز للصيف وتوا جاهز برشا للصيف فهمت حكم كملت تصوير المسلسل فهمت موزيكا تو موزيكا هذه فهمت موزيكا كل يوم قصرت في شوية في الموزيكا بينك وبين روحك ولا ليه؟ والله ما قصرتش هذه علاش على خاطر ما عملتش حاجة فارغة فهمت كيفاش معناها صورت المسلسل معناها كان جات حاجة خايبة اللي عملتها راني قلت لك قصرت وراني إيه؟ ركزت في الموزيكا فهمت المسلسل أعطاك قيمة أعطاك قيمة إضافية نتيجة. كبيرة وفما نتيجة وفما نتيجة اليوم بالحق ماهوش سهل باش تعملهم الزوز أما الناس يحبوا يسمعوا برشا موزيكا من عندك بتوحشوا الموزيكا فما موزيكا فما سولوات وحدي فما دي فيتشورينج ليامات إن شاء الله باش يهبط جديد مع الزعيم وأحمد سعد إن شاء الله باش يهبط في الشان متاعي إن شاء الله فهمت الكليب حضر كل شيء حاضر ومن الكليب هذاك ان شاء الله باش نبدا السولويت نتاع حاجات يفرحوا على الاخر وفما دي فيتشرينج يفرحوا على الاخر تلوج على حاجه كيما عربوش ولا ليه؟ فما ان شاء الله يا ربي ان شاء الله والله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله فما حاجه الناس الكل قالوا لي مروان راهي هذايا عربوش اثنين ان شاء الله وانا راني قبل كنت ما نسمعش هذي للناس أي. اليوم اصحابي البروش العباد اللي تفهم فهمت والعباد زاده اللي ما تفهمش نسمعهم زاده فهمت تو وليت نسمع كي سمعتهم فرحانين برشا حاجه افرو تراب حاجه مزيانه على الاخر ان شاء الله ربي يوفقنا وكاو ان شاء الله ربي سهل. باهي هل عربوش احسن ما غنيت؟ بالنسبه ليك؟ لا لا بربي شنو احسن ما غنيت؟ عينيا احسن غنيه نحبها عينيا انا. عينيا على خاطر زاد غنيتها في ظروف غامضه فهمت وسجلتها في ظروف غامضه. باش نبدلوا الجو توا باش نعملوا تور دو ماجي. جبت لك ماجيسيان بروفيسيونيل ليك انت روح بين بعض كيما تحب نوردو مع التور دو ماجي نوردو تو باش نعملوا شويه حاجات اللي باش نوقفوا لك شويه مخك شوف تو ركز معي باش نبدا معك بكارته اما الكارته هذه ما فيهاش ارقام اوكي نوردو انت تخاف من الحيوانات مشكور الحيوانات فما انواع في الحيوانات لا الحيوانات الصغيره خلينا نقول صغيره كيفاه ما خافش فما حيوان يزوغ يزوغ يزوغبوني ما خافش منهم يزوغبوني ركز معايا هوني الكارته نتاعي فيها اسامي فما دوده فما صرصور فما برشا انواع نمله عنكبوت ضفدع اوكي عنكبوت ايوه باهي الحاجه نحبك تعملها انك تاخذ اي ورقه انت تحب عليها اي ورقه اي حيوان انت تحب عليها هذوما شنو هذو نورمال خذ اختار خذ اي واحد خذ اوكي شوفها انت كهو وشوفها معايا هذه شوفها ميساج سي بون دا بي سي بون شوف انت كان عندك فرصة انك تاخذ اي حيوان تحب عليه صحيح ولا لا المره هذه نوردو مانيش نلعب معك حركه باش تكون خفه يد وكارته ما نعرفش لا باش نحاول نعمل معك حاجه جديده بحكم تو فماش ارقام فما حيوانات فانا باش نحاول اني نقرا افكارك اوكي مثلا انت كان عندك فرصه انك تختار اي حيوان انت تحب عليه صحيح ولا لا حاول تفكر في الاسم اللي انت اخترته مثلا كان اخترت عنكبوت قول عنكبوت كان اخترت فار قول فار يقولها من غير ما ينتقص في مخ ما تعطيش السر ما تعطيني حتى نديس اوكي حاول جست تقولها
اوكي شوف ديما الوجه راه يعمل رياكسيون هكا بعد ما ركز معاه ومركز معايا شوف بعد ما يقرا كل كلمه يعني بعد ما يقراها الكلمه ديما ياخذ مثلا بين ثانية او زوز ثواني خاطر الكلام صغار هوني هو خذ زوز ثواني عموما ديما المخ راه ياخذ على كل على كل على كل زوز حروف ياخذ ثانيه كثير راك فهمت ولا ركز معايا حاول قولها في مخك تنلخصها لك سمكة سمكة اخترت سمكة باه تنجم توريها الناس الكل ايوه الحكاية ماهيش واقفة على ورقك هاو الحكاية ماهيش واقفة على ورقك هاو تنجم هاني تعطيني كاس ماء تهرب شايش ركز معاي لا خلينا نجيب له كاس لاخر خلينا نجيب له كاس لاخر عندي كاس اخر تحبوا كاس فارغ ولا تصب فيه ماء؟ صب فيه شوية ماء ما يسالش سافا هكا؟ اي سافا. باهي. انت كان عندك فرصة تختار أي حيوان وحدك اخترت سمك. أوكي؟ التخوك ماهيش في إني أنا نقرأ أفكارك. التخوك إني أنا نحكي معك من الأول. تو نحبك تركز. أفوزي. والله كان تعمل اللي في مخي. والله كان تعمل اللي في مخي. شنيه ذيك؟ اوكي شنيه ذيك؟ حوته حيه تنجم تكتشف اللي هي حيه تحاوز؟ تحاوز تحب تروح بيها روح بيها هاكا تحرك بيها حتى الحوته بالرغم استرد اسمعني استرد ما اخترتش عنكبوت خاطر خاف منك حل فمك؟ عاد يطلع لك راهو اسمعني تحل الهواء الحوته تحل تتحرك جوا بيها تمشي هاكا تلعب بالرغم ما تنساش انه انت كان عندك فرصه انك تختار اي حيوان تخيك تفكر اللي هي ماهيش في الكارتة تخيك في الحيوان نفسه اللي هو حقيقي رموهوش لعب تخيل لو كان غير اخترنا عنكبوت عنكبوت ما قلت تخرج عنكبوت لو كان فما فار والله فما فار فما برشا لا تكسر عليك حاجة انا الحوتة الحوتة هذه هي اللي قدرتوا عليها برجولي تنجم تحوتها تحوتها ديكور ما عندي حتى مشكل هيك بحذاك اوكي تو نحبك تركز معايا اوكي يلا مركز معايا كنا مركزين معايا ايه برشا يلا لحظة بركة جست نحط هذا هوني اوكي شوف في الاول لعبنا بالارقام بالاسم فما شيء فما شيء مش باش يطلع سيف ما تخافش حاسب عموما ديما الجيم تاع كارت يكون فما فيها خفه يد صحيح ولا لا لكن اليوم انا باش نحاول نحكي لك قصه بالكارت اول حاجه نحب نوريكم الناس الكل انه الكروت كل مختلفين اذا كان تحبوا تشوفوا ركزوا الكروت كل مختلفين صحيح ولا لا باه احنا ركزني باش نقول احنا في فكره سامي الفاهم بالضبط في الجزء الرابع اوكي نوردو خليني نختار لك جاك اوكي بهي لك جاك خليني نقول لك زاد اللي انت بيه في الموسيقى مثلا في اللي تعمل فيه نجم نقول اللي انت الكينج نحب ناكد للناس انه الكروت كل مختلفين راه نجم نخلط اي حاجه انا نحب عليها صح ولا غلط اوكي ها كارتك كل تدخل تك 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 ما يفرقش شوف ركز معايا الكروت اللي انت اخترته هادي تحسوا غزار الكارت قال انا وين هذاك علاش نحس اللي هادي ينفع كان كان الجوكر خاطر عادي راه الاسبوع الجاي تلقى نشط في صافي قلبك صدقني في كل بلاصه تلقاه دونك تحرك ياس باه خليني انا نقول لك حاجه انا اسمي ديال اوكي عمري 26 سنه مولود بالضبط في 13 مارس 1996 ها بالضبط باه شوف شنو نحكي لك انا فاز خلطهم عندي حتى مشكل اوكي باش تزيد تتاكد اوكي باش ما تقولش انا منظم لحظة والله توا كان تطلعها الحكاية وتعمل حكاية من هذوما قلت كان تطلع حكاية من هذوما قال شوف هاو لا ما تقوليش ما تقوليش هذه قداش نحط نمرها نور اختار رقم بين 5 و10 قلت شبيه قلت شو قلت قول دور وجهك دور وجهك اخزر لي ماليش نشوف هذه قداش نحط اوكي أي دوري شنو نعمل انت نكمل نحكي قصه احكي قصه اوكي اول مره تخرمت بالماجي كان يمكن من 8 سنين لا اوكي كنت لحكي عندها 8 سنين
شوية صعيبة، يمكن 8 سنين، أيوة يمكن 8 سنين 9 سنين، قعدت كل نهار يمكن نتفرج في فيديوهات يمكن ما يقارب 5 ساعات أو حتى نوصل حتى لسبع ساعات ونتفرج 7 سوايع ونتفرج في الفيديوهات. أوكي صدقني الفازة هذه مش ثاني مرة ولا ثالث مرة كنت ديما نعملها، أكثر واحد كنت ديما نجرب عليه هو بابا. واش كمال؟ أوكي خلاص صحيح. المهم الحكاية نفكرها بالضبط، فما التاريخ ديما يقعد في مخي اللي هو 10 أفريل. أوكي؟ التاريخ هذا ديما نفكره. هذه أعطيني أي عدد بين 1 و5؟ 5. أوكي، أنت تعرف 5 وين موجودة؟ تعرف؟ هاي. لا، أنت ما تعرفهاش، لا لا مش هذيك من غير ما تشوف، حط صبك على أي بلاصة تحب عليها. أوكي، هوني ولا هوني؟ وين تحب؟ هنا. هنا، أوكي، شوف. قاو 5 أوراق كهاو. حسبك عليه بلاصه اخرى. اوكي قهو هذا مكا هاو زوزه كهاو. انت عندك حريه الاختيار، انت اخترت رقم 5. لاحظ خديتها خذ 5 داي. لا مش هذيك 5، تعرفش علاش؟ خاطر هذه قاعده اخر ورقه، دونك هذه باش تكون 5. شفت؟ ايوا يعيشك. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. والله صان في ان غران بليزير. تبارك الله عليك، يعيشك. والحاجه الباهيه انه قاعد نشوف في تونسي يعمل في الجو هذا في دبي مع مشاهير. الحمد لله. الناس كل تحكي عليك بالباهي. الحمد فرحت انك جيت بحذانا. يعيشك. تبعوا على خاطر يعمل في خدمه مزينه برشا. يعيشك. ذيا كنزر. انت منين اصلك؟ انا اصلي من المعموره، ولايه نابل. من المعموره ولايه نابل. تحيه للمعموره الكل. يعيشك. تليفوني تليفوني وين؟ لا ما تخافش ما تسرعش. لا لا. خلي كلمه الختام. كلمه الختام نحب نقول انا كلمه. انا عندي قناه يوتيوب فتحتها ما يقارب عندي 5 شهور. من اول جمعتين وصلت لي 100,000 سبسكرايب الحمد لله، خدمة في دبي. ونحب زادا نفكر للناس اللي تتفرج اللي أنا التونسي الوحيد أوكي اللي حاليا مرشح للجائزة أحسن محتوى ساعد في الوطن العربي كل. فما كيفاش نجموا نصوتوا له؟ كيفاش نجموا ندعموا؟ ميرسي. فما أنا فما أنا التونسي الوحيد، وفما بكيدة يا أخي نقدم لها تحية. هي التونسي الوحيد أنا وبكيكا وفي تونس كل اللي مرشحين. دونك اذا كان تنجموا تابعوني على الانستغرام ذيا كنزر. دونك ان شاء الله ان شاء الله تنوروني وتصوتوا لي. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه ذيا كنزر. ميرسي عايشة. سوسن اعلنت معنا انه ما فماش جزء ثالث من فوندو، وانت معايا كنت صرحت انه ماذا بيك يكون فما جزء ثالث. بالطبيعة ماذا بيا يكون فما جزء ثالث كي يبدا الدور مش هو بيدو، يعني كي تبدا حاجة أخرى، جوزيف حاجة أخرى، ماذا بيا يكون الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. خيبت لك الأمل متاعك سوسن؟ لا لا بالعكس بالعكس. بالكش نمشوا في ثنية أخرى في حاجة أخرى في شو وليت مقيد مع سوسن الجمني سيي؟ مش مقيد أما ممكن أول تجربة مع سوسن خذيت راحتي، يعني قلت لك خذيت راحتي و وانسانه تفهمني، فهمت كيفاش؟ وبالشعره بالملي، فهمت كل شيء بالملي، كل شيء قريت له حساب، فهمت؟ باش نعمل معاك انترفيو اسمه صحيح اما لكن. انا باش نبدا الجمله بصحيح وانت باش تكمل لي لكن. واضح. بعد ما نسال السؤال ننزل على البوزور، وبعد ما انت تجاوب تنزل على البوزور، تنزل بعد الاجابه. واضح. صحيح مانيش قاري مسرح لكن. ان شاء الله باش نحط في مخي ونقرا مسرح. مش كسر هذا. صحيح التمثيل بعدني عن الموسيقى لكن. لكن توا الموسيقى هي كل شيء. صحيح الشهرة تبدل لكن. لكن كل واحد واصله. صحيح صاروا لي كلاشات مع رابوريت لكن. بدون في الوقت كان حجره وخيان في الله. ما شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. صحيح أنا أول سوليست يفوت ل 120 مليون مشاهدة على اليوتيوب لكن. لكن إن شاء الله ربي يوفقنا ونعملوا المليار. علاش ليه؟ عملنا ال 100 وال 200 وبلتين وجا له تحية أخويا عمل 700، نجموا نعملوا المليار إن شاء الله. صحيح فسخت غنايتي القديمة من اليوتيوب لكن.
لكن عمري ما فسخت اغنيتي من اليوتيوب. اغنيتي هما بيدهم في اليوتيوب، اما ما كانتش عندي شين يوتيوب قبل. كنت نهبط عند اصحابي، عند كوزاناتي، عند ولاد حومتي، حتى اللي يبدا عنده 100 ابوني بركه نهبط عنده التراك. معناه اللي يحب يسمع اي غنيه يكتب على اليوتيوب تخرج له. صحيح عملت برشا فيتات مع فنانين، لكن عندي برشا حاجات وحدي، عندي برشا سولوات وحدي صحيح صحيح مثلت دراما وكوميديا، لكن نشوف روحي في الأكشن يا بابا. والله والله على الاخر هادي صحيح. عربوش عمرها توا أكثر من عام، لكن النجاح متاعها لليوم نتبنن فيه ولليوم نطعم فيه ولليوم لعبت طبت لي في دي ستوري فيها مع عربوش، لعبت تسمع في كرابة عربوش. عربوش التوا حية معنا الحمد لله. به إيجا بحذية باش نحكيو موزيكا على خاطر عندك برشا مشاريع في الموزيكا. أما لكن في نفس الوقت خلينا نرجع لموزيكتك. بوتي با بوتي با هكا عملت، خطفت دورة في طريق كنت ماشي عليه قبل. الغناية عملت 4 ملايين. 4 ملايين ونص الحمد لله. راضي عليها؟ بالطبيعة راضي عليها. ماهوش في حجم أرقامك. نجم نقول لك هذاك علاش راضي عليها، علاش؟ على خاطر ماهوش المود اللي أنا نحب نتحط فيه توا، فهمت هادي؟ بالأخص توا معني عندي مواضيع، عندي غنايات، عندي مال. علاش عملتها؟ عندي برشا فرحة للناس عملتها، على خاطر راني قلت لك على خاطر هذه أقل حاجة نجم نعملها مع سامحني في الكلمة معناها العباد هذوما، فهمت هذه؟ هذه أقل حاجة نجم نعملها. وأنا قلت لك فريستايل خفيف وبتي با. كلمة بتي با راهو بتي با عندنا وحيد الكسكروتاجي في حومتنا من اللي نحن صغار ناكلوا عنده قبل ب 500 فرنك قولوا له عملنا بتي با. بتي با قدمة صغيرة كي بطرف هريسة وطرف زيت وطرف تون، هذاك علاش سميته بتي با. معناها هذه راهي وجبة خفيفة هذه، فهمت خويا؟ كنت مضطر انك تعملها؟ بالطبيعه هذه كنت مضطر باش نعملها، لخاطر راني قلت لك لي فان نتاعي مانيش نشوف فيهم دي فان، نشوف فيهم اخواتي بالحق. معناها كي يبداو هما متغشين على عبد قال فيا الغالط، على عبد كذب معناها، وانا وياه ماكلين ماء وملح. برشا عباد قرات سكيتي معناها ضعف في ظلي ولا خوف، اللي هو لا ينجم يكون تربيه واخلاق وتخمم في دارك وفي صغارك وفي في حومتك وفي الناس اللي تحبك، فهمت؟ ما لازمكش توجعهم. اما الجيم با انا هذاك علاش انا اللي فان اللي هما اخواتي هذوكم معناه اللي تبعوني وديتهم بحاجه خفيفه باش هما اموا نفسانيا يرتاحوا شويه ويقولوا مروان معناه محافظ على حقه وكل شيء وكاو، فهمت؟ سمعت غنيت كلاي وبلينغوس ساعه؟ سمعت هي غنيت كلاي. سمعتها الكل؟ سمعتها الكل، اما عرفتك اللي نسمع شويه ومن بعد خاطر ما شاء الله ساعه، فهمت هذه؟ وان شاء الله ربي يوفقهم الاولاد ويعطيهم الصحه وما شاء الله معناه وكاو. طموحي نفيت مع روحي، مش طموحي هيفا وروبي. اي شنو هذه يعني؟ انت تحب تغني مع هيفا وروبي ولا ليه؟ مش انا نحب نغني مع هيفا وروبي، ديجا ما جيت لحتى واحد قلت راني نحب نغني معك، حتى هيفا ما جيتش انا قلت راني نحب نغني معك هيفا، فهمت؟ سينو بالطبيعة أي عابد باش يزيدني أنا في العالم العربي، نحكي طبعا على العالم العربي مانيش نحكيو على تونس نحن، فهمت؟ شرف لي أنا بالطبيعة، شرف لي أنا وحاجة تزيدني وحاجة تقدم بيا وكل شيء، فهمت؟ لي فان نتاعك اعتبروا أن الجملة هذه كلاش مبطن ليك أنت. لي فان نتاعي؟ باهي وكان نقول لك أنا اش قولي قبل ما يهبط ساعة طلبني كلاي. قبل ما يهبط ساعة طلبني كلاي في التليفون، أنا وقتها نترينا وبعد حكينا مرة أخرى في التليفون. وقال لي مروان راهو هكا وهكا، قلت له راهو ينجموا العباد يفهموا بالغلط، فهمت؟ اللي هي كلمة أخرى معناها، فهمت؟ كاو يا أخي سي بون فات غادي الحكاية، فهمت؟ هذه معناها قال لي مروان كان باش يفهموا بالغلط تو معناها الميتا الكلمة، فهمت؟ وذاك اللي صار وأنا وكلاي وخيان وكان هو معناها قصدني باش يحشم مني ولا باش يخاف مني؟ أنت تعرف كلاي خواف معناها هذه، ما هو كان باش يحكي على عبد تو يقصدوا بالاسم، فهمت كيفاش؟ أنا لتو ما قصدني وبالله وبحذاك لهنا راني مانيش نحكي على كلاير وأحمد صاحبي، قلت لك لا خطر أما اسمعني بالله دقيقة، اسمعني أنت دقيقة بركة هذي وسامحني، راهو مثال نسميه معناها كان فما أي واحد معناها قصدني مثال نسمي راهو، فهمت؟ تعرف أنه في الجيم ساعات نسمي وساعات ما نسميش، وكي ما نسميش أحيانا خير من اللي نسمي. معناها باش نقول لك نسميه وشو نسميه خطر ظاهر السيد أنا سيد يا أخي، معناتها باش نقول رابور شعره أصفر وطويل وعنده عليه ما تسميش، بي عليه ما تسميش
بيه انا باش نعمل مشكله مع واحد نسمي جارو. ما انت شكون الرابور اللي ديجا عنده تصويره مع هيفا تقابله من اجل فيت وعنده حفله مع روبي؟ خويا انا بعض الظني اثم انك لاي. قال لي راني مروان مانيش قاصدك ورانا وخيان في الله. قلت له رانا وخيان في الله. قال لي راني مانيش قاصدك وراك خويا ورانا كي نقصدوا عبد رانا بالاسم نسميه وهادي راهو بالرسمي ما تشوفش. الله يعين الجينيراسيون. دونك عفويه صدفه عفويه مصادفه ينجم اسمعني واحمد ينجم هو راهو يقعد لهنا بحذاك ويجاوبك هو على السؤال هذا خاطر هو راهو هو مولاي الحكايه يعني هو مادام طلبك وقال لك ماكش انت المقصود ماكش انت المقصود. صحيح طلبني وقال لي راك ماكش انت المقصود مادام قالها لك. وانا زاد هذه ما نكذبش عليك انا زاد معناها حتى من اصحابي القراب قالوا لي شنو هي حكايه هيفا معناها بعثت له ميساج وطلبته في التليفون قلت له شنو هي حكايه هيفا. قال لي مروان راهو وخيان فهمت راهو مانيش قاصدك راك ماكش انت وخيان وان شاء الله ربي يعاونهم وتيتر ساعه ان شاء الله ربي يوفقهم فيه وان شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل في الخدمه اللي يخدموا فيها. عندك فيت مع هيفا؟ وين وصل؟ وصل لازمني انا نمشي للبنان باش نتقابلوا غادي وباش نلموا كل شيء فهمت وباش نفهموا بعضنا زاد. باش نحكي على الفيت اللي عملته مع ديدين كانو. جبت لنا اكستري؟ جبت لكم اكستري باش تعدى بحذاكم لاول مره لهنا. وكا هو صايب لنا شويه على الانستغرام انا وديدين و نوردو ديدين كانون. هذا اكستريم الغناء الجديد مازال ديمو كهو هذا برك باش وديت هذا شويه من الرفراق. شربت ديدين كانون مع بعضنا واتساب فهمت مع بعضنا كل يوم نهار بعد نهار رمضان عيد فهمت. هذيك علاش قلت لك هذه لازم يكون فما فيلينك باش تخرج حاجه مزيانه مع جول مع جول. خدمت مع جول وعملتوا غنية هبطت في الألبوم نتاعو. هل صحيح أنه جول حاجته بعربوش؟ صحيح جول حاجته بعربوش باش يزيد فيها فيرس وتهبط في الشان نتاعو ونصوروه في مارسي إن شاء الله فهمت. هو ديجا كان من قبل هو عرفني بعربوش فهمت. ما تضرناش عربوش الأصلية؟ بالعكس خمامة تو خمامة باللوجيك خمامة بذكية تلقاها باش تزيد إيه. انت تكتيك. لا مانيش تكتيك انت تكتيك لوجيك يقول لك جمهور جول اللي هو فرنساوي ولا هو بلجيكي ولا فرانكوفوني انت تعرف باش يقول خلينا نسمع الاغنيه الاوريجينال. صحيح انا قلت لك في مصلحتي وفي مصلحته فهمت. حتى نحن عندنا جمهور عربي كبير الحمد لله توا فما اشتروا ما يعرفش جول فهمت كيفاش يسمعوا توا فهمت كيفاش هكاك ان شاء الله ربي يوفق الجميع تكتيك ان شاء الله ربي يوفق الجميع تكتيك به موزيكا؟ موزيكا يا دنيا؟ يا دنيا جمهور جو آخر يا دنيا نوردو نوردو برافو عايش يعطيك الصحة عايش. خليني نذكر أنه نوردو حاضر لسلسلة من الحفلات الكبرى سواء باش تكون حفلات جماهيرية في المهرجانات إن شاء الله وإلا زاد كيف في المحلات إن شاء الله. عم ناول معناتها تبارك الله كانت عندك حفلات ناجحة جدا الحمد لله وسنة إن شاء الله نفس النجاح كان مش خير إن شاء الله يا رب إن شاء الله. وفما حاجة نحبها برشا أنا نحكي مع الناس اللي معاك يقولوا لي راهو ما عادش نحبوا نوردو يغني وحده وكيكا وطرف ضوء لا حاجة محترفة فما دي زيكرون فما رقصين فما ديكور فما كونسيبت كامل فما باند لايف صحيح وهدايا كيف زادا فما برشا يقولوا نوردو طلع درجة ولا الكاشي بتاعه أغلى من الناس الأخرين على خاطر يستثمر في الستيج بتاعه دونك هذا مبرر. العبيد تعرف اللي كل واحد يخوف في حقه هذي وكاو كل واحد يخوف في حقه واني قلت لك توا فما باند فما دي بي بوي نتاع دونس فما فهمت فما لوميير فما لي زيكرون كل شيء فهمت هذايا راهو مش بلاش هذايا نخلي منه انا حاجه خفيفه. باهي باش نعمل معك لعبه الموسيقى والتمثيل انت اليوم توا موسيقى على اليمين والتمثيل على اليسار باهي وين تحس انه الاداء نتاعك يكون اصعب في التمثيل والا في الموسيقى؟ الأداء متاعي أصعب في التمثيل صراحة في التمثيل على خاطر أني قلت لك إكسبيريونس جديدة نلقى روحي نعمل في حاجات ما كنتش نعمل فيهم قبل الجملة هذه. وين متحرر أكثر في الإبداع؟ في التمثيل ولا في الموسيقى؟ في الموسيقى. وين عملت أكثر فلوس؟ في الموسيقى ولا في التمثيل؟
الإعلام. يا دود يا دود في الموسيقى. وين عندك أكثر فنات؟ جوزيف ولا نوردو؟ هما الحقيقة هذه وين عندي أكثر فنات؟ نوردو. علاش نوردو؟ على خاطر كما قلت لك العباد تعرفني نوردو، من بعد وليت تبع في جوزيف. جوزيف عنده عامين تو، الأول والثاني عندهم عامين. نردو من 2003 و2002 و2004 يعني في الموسيقى، فهمت؟ معناه اللي فان اللي في الموسيقى هما بيدهم زاد مشاو للتمثيل، فهمت؟ وين تستمتع أكثر؟ ملا أسئلة فهمت؟ موسيقى وإلا تمثيل؟ وين نستمتع أكثر؟ أنت تشيخ أكثر. بلي تعطيني راحتي في الجواب، تخليني نجاوب على راحتي. انت وقت كامل انت تجاوب على راحتك. باش وين قلت لي وين نبدا شيخ؟ معناها نعمل جو. وين نبدا شيخ؟ عمل جو الحقيقه هذه في الموسيقى، كي نخرج ريمات محلاهم، كي نقول مثلا بيران أسترا محلاهم، بونش لاين مزيان، كلمه تخرج هكاك بالزهر لازمها تتقيد نشيخ عليها. وكي نشوف مثلا نجاح التيتر، وفي التمثيل الحقيقه ما شخت حتى نهار وانا نصور في التورناج الحقيقه، معناها نشيخ بعد مثلا ما نصور كي نحكي ولا كي نقعد ولا كي ناكل ولا، اما في وسط التصوير انا نشوف في برشا ممثلين كبار يشيخوا على السيكونس هذا اللي باش يعملوه يبدا فرحانك. انا ما نكذبش عليك هذه ما شخت جمله، اما وقتها شخت وتبننتها كي تفرجت في روحي، معناها بعد كي تفرجت في روحي وين فما غادي البنا، فهمت؟ كي تفرجت بعد في روحي غادي وين. جاوبني بصراحه، وين فخور بروحك اكثر؟ نوردو المغني ولا نوردو الممثل؟ بكل صراحة وبكل صدق في الزوز. في الزوز فخور بروحي، فخور بروحي على الآخر، نحكي بيني وبين روحي هذايا حومتي فخورة بيا على الآخر، على الآخر صحابي الناس الكل، الناس الكل الحمد لله هذي راني نشوفها كل يوم. الحكاية راهو ريت على قد ما نحكي أقسم بالله لا نكفي اللي قادر فيه، فهمت؟ تستاهل كل النجاح بالحق. أنت إنسان خدام تربي، إنسان بالحق معناتها طموح، بديت من الصفر وصنعت روحك بروحك بالحق معناتها، واليوم اللي انت وصلت له ما هو الا نتيجه تعب وستريس وضغط، واللي يستنى فيك نتمنى يكون اهم اللي حققته. فرحت برشا اللي نورتنا الليله ان شاء الله. نحب نسلم على سيف. سيف يعطيك الصحه، دي جي سوبا يعطيك الصحه، هذاك عشيري معايا في حلقاتي الكل، صفر غربه لنا في البلايص الكل، نحبك برشا اخويا والله. باهي كلمه الاخيره، نحب نقول ميرسي بوكو للناس اللي امنت بيا بالحق واللي عطاتني الثقه هذيا. نحبكم برشا وراني اقسم بالله اللي نشوف فيكم دي فان راكم اخواتي، ان شاء الله عيدكم مبروك. ميرسي بوكو انت، ميرسي بوكو الببليك اللي وين ما يراني يفرح برشا برشا. نحبكم برشا برشا وان شاء الله جاي خير ان شاء الله ان شاء الله. تحيه كبيره نوردو. كرهبة تمشي كرهبة تجي، عنا زوز كرهب للربح اسوزي دي ماكس، وعنا الكيا ريو. زوز كرهب ينجم يكونوا من نصيبك، سهل برشا. خذ تليفونك ابعث حرف A على الرقم 85810، A على الرقم 85810 بإس إم إس واحد، تنجم تربح زوز كرهب. حظ سعيد للجميع.